لقد أنشأنا هذا المركز منذ 5 سنوات، وإنشاء هذا المركز سمح لمدينة مستغانم أن تلتحق بالركب الحضاري بالنسبة للمدن الكبرى كمدينة الجزائر وهران إلى آخره من المدن الجزائرية. مركز نور للإنجاب تحت الرعاية الطبية كان بمثابة وضع حد لمعاناة الكثير من الجزائريين الذين كانوا يقصدون الدول المجاورة. المركز مهيأ بجميع الوسائل التقنية العالية جدا ومستوى المعايير الدولية الكبرى، كل التحاليل تجرى داخل المركز وبظروف جيدة وبجو إنساني في غاية الأهمية. وصلنا إلى درجة عالية من التقنية ومن التمكن من إحداث يعني ما شاء الله يعني نتائج جيدة ومرضية التي تشجعنا دائما إلى التقدم نحو الأمام. نحن نعتمد كل الاعتماد على التقنية العالية والأجهزة العالية جدا من التطور التي يملكها مركز نور للإنجاب تحت الرعاية الطبية التي تضاهي أكبر المراكز الموجودة في العالم، لكن يبقى التوفيق على الله سبحانه وتعالى.